ما نسمعه. يعني قصة الرد الإيراني يبدو أنها حقيقية، وعندما إيران تقول سوف نستخدم أسلحة غير تقليدية، إلى أي مدى إذا حصلت الضربة فعلا والضربة كانت لها نتائج كبيرة على إسرائيل ممكن أن تؤثر على نتائج الانتخابات الأمريكية، أو ما هو تأثيرها على ترامب بالعلاقة التي تصفها بينه وبين طهران؟ وإذا قامت إيران بعمل عدائي ضد إسرائيل، هذا يعني بأنه الشعب الأمريكي سوف يعني يأخذ ذلك على محمل الجد، لأنه 80% بحسب إحصاءات استطلاعات الرأي التي أجرتها هارفارد يونيفرسيتي منذ حوالي 10 أشهر تقول بأنه 80% من الشعب الأمريكي يدعمون إسرائيل. فإذا إذا قامت إيران بعمل عدائي ضد إسرائيل بضربة موجعة لإسرائيل، قد يتغير خصوصا المستقلون في الولايات المتحدة الذين يرجحون كفة الفائز في الانتخابات، هؤلاء قد يدعمون ترامب إذا ما حصل نوع من الهجوم على إسرائيل بالنظر إلى الدعم الأمريكي لإسرائيل.